نروح من كرة القدم لكرة اليد، وامبارح كان في قرعة بطولة العالم لكرة اليد في كرواتيا اللي هي 2025، اللي هيكون فيها 32 منتخب، وهتقام البطولة في 3 دول هي كرواتيا والدنمارك والنرويج. القرعة امبارح اتعملت في كرواتيا. القرعة أصفرت عن إيه؟ المجموعة الأولى فيها ألمانيا، سويسرا، بولندا، التشيك. المجموعة الثانية فيها الدنمارك وتونس والجزائر وإيطاليا. المجموعة الثالثة جي فيها النمسا والكويت وقطر وفرنسا. والمجموعة الرابعة المجر وغينيا ومقدونيا الشمالية وهولندا. المجموعة الخامسة النرويج، الولايات المتحدة والبرازيل والبرتغال. والمجموعة السادسة جت السويد وتشيلي واليابان وإسبانيا. المجموعة السابعة سلوفينيا وكاب فيردي وكوبا وأيسلندا. والمجموعة الثامنة مجموعة منتخبنا الوطني، مصر، كرواتيا، البحرين، الأرجنتين. يعني مجموعة منتخب مصر مجموعة متوازنة إلى حد ما، إن شاء الله نقدر إن احنا نحقق فيها نتيجة إيجابية. بعدت عن السويد، بعدت عن الدنمارك، بعدت عن فرنسا، يعني في كده منتخبات صعبة. احنا عارفين في كرة اليد بتتربع على كرة اليد، فيعني مجموعتنا تعتبر متوازنة بشكل كبير. ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة اليد.